جمهورية مصر العربية بلادي تمتلك الآن أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية. إنه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. شهد عام 2017 مولد الجهاز بمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية بمساحات صغيرة وأساليب الري الحديثة وتقنيات الزراعة الدقيقة. تدرجت النجاحات وشب الجهاز فتيا قويا، فاستطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة بنهاية العام الماضي. هذه المشروعات بالتكاليف الاستثمارية الضخمة لا يتحملها المستثمر المصري، فاحنا دورنا هنا ان احنا اللي بنعمل كل هذه البنية التحتية الضخمة والعملاقة، وبيجي بقى بعد كده ان المستثمر بيقدر ان هو يستفيد منها، وطبعا كل الزراعات اللي حضراتكم شايفينها بالشراكة مع المستثمرين المصريين سواء المحليين، ايضا برضو في شراكة مع مستثمرين اجانب. كل الماء من يعني كل الاستثمار المحلي كنا شركات لمستلزمات الانتاج، شركات للري الحديث، شركات لأعمال البنية التحتية، كل ده استثمار مصري فتح عمالة كثيرة جدا. فكرة الأيدي العاملة لو احنا جينا نبص لها بطريقتها المباشرة والغير مباشرة أرقام كبيرة جدا. المشاريع دي النهاردة لما جت تم تنفيذها بالضخامة دي، هي كل اللي بينفذها شركات قطاع خاص، وشركات القطاع الخاص دول معينين عندهم عمالة مصرية سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة. لا أرقام كبيرة جدا. الفترة اللي فاتت كانت الدولة المصرية لها دور في الحد من البطالة. فكر القائمون والمخططون وشركاء النجاح لتنفيذ مخطط التكامل مع الزراعة، فوضعوا نصب أعينهم فكرة التصنيع الزراعي متمثلة في منطقتين صناعيتين. وللحفاظ الدائم على التعليمات والتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي، وجب أن تتكامل المنظومة الزراعية للمشروع، ويعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية المستدامة على التوسع في مشروعات التخزين الاستراتيجي. التوجه دايما اللي موجود عندنا هو زيادة المساحات المنزرعة داخل القطر المصري، وده ما قلنا لحضراتكم احنا بنشتغل على اكثر من مشروع في ربوع الوطن وبتنوع جغرافي كبير، منها المشروع اللي حضراتكم واقفين فيه في محور الضبعة، بنشتغل في المنيا وبني سويف، بنشتغل في اسوان مشروع سنابل سونو، بنشتغل في الدخلة العوينات، بنعمل مشروعات اللهون للصوب الزراعية، بنعمل اكبر منطقة صناعية وسوق لوجستي موجود. كل هذه المقومات والركائز في الاخر هي بتصب في الهدف اللي احنا اتكلمنا عنه، فكرة المواطن المصري، ده هدف رئيسي وهدف كبير. فكرة الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات في ظل الزيادة المضطردة لعدد السكان، ده طبعا امر صعب جدا، ولكن لازم نقول ان احنا بنسعى لده بفكرة بقى الهدف الرئيسي اللي دايما بترسخه عندنا القيادة السياسية، هي فكرة التوسع الرأسي. ازاي نتوسع رأسي؟ ازاي نحن بنتكلم عن وحدة الانتاجية من المتر المكعب مية، مش بنتكلم عن وحدة الانتاجية من الفدان. ازاي نشتغل في مجال الصوب الزراعية عشان نعظم العائد من كل متر مكعب موجود؟ بنتكلم على يعني النهاردة محطات معالجة للصرف الزراعي بشكل ضخم، بتعالج مثلا زي محطة الحمام حوالي 7.5 مليون متر، ايضا محطة المحسمة، ايضا محطة بحر البقر. القيادة السياسية تسعى اتجاه ذلك بشكل قوي جدا وبشكل سريع. الهدف الرئيسي منه هو المواطن المصري، سواء احنا بنتكلم في زيادة صادرات، سواء احنا بنتكلم في احلال واردات، سواء احنا بنتكلم في سد العجز في الميزان التجاري، كل هذا يصب في مصلحة المواطن. ولما كانت ندرة المياه هي التحدي الاكبر لمشروع زراعي بهذه الضخامة، لم تكن رغم ذلك عائقا امام من يريد امنا غذائيا للبلاد. وفي الري يتم اتباع احدث الطرق لتحقيق اكبر استفادة من خلال اعلى انتاجية يمكن ان يحققها لتر واحد من المياه، فيعتمد الجهاز أنظمة الري المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب. كما يجري جهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية التجارب والبحوث فيما يخص التقاوي والأسمدة للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، أمر يؤكده العاملون في هذا الجهاز الذين يعبرون عن فخر الانتماء إلى مؤسسة قوية عريقة، بالإضافة إلى المشاركة في تحقيق أمن بلادهم الغذائي.
احنا شغالين في الجهاز بنزرع كل المحاصيل، فاي اي تحديات بتقابلنا اداره الجهاز معانا فيها، من خصوص ان تحديات احنا قابلنا في الفتره اللي عدت كان في مشاكل اسمده حصلت عند شركات خاصه كتير، الا عندنا احنا عندنا الحاجات دي مشروع ما بيخلش علينا باي حاجه، بيوفر لنا جميع اسمده جميع الاحتياجات حتى سبر الري الحديث عشان نرشد من استخدام الميه بالذات عشان فايده الميه، واحنا اللي احتياجنا للماء الفتره دي، فاحنا شغالين بطرق الري المحوري اللي احنا فيها دي اكتر طرق بترشد في استهلاك الميه، عشان كده شغالين فيها، وفي نفس الوقت بتجيب اعلى انتاجيات، يعني احنا بنجيب انتاجيات اعلى من اي طرق ري ثانيه بالطرق دي في الجهاز، فالقمح احنا انتاجيات القمح عندنا بتوصل من 18 ل 22 و 23 اردب للفدان، ودي انتاجيه بتحتاج احنا بنجيبها في اراضي صحراويه، في انتاجيه دي ما بيجيبوهاش في الاراضي الضمي النيل والاراضي اللي مع الناس اللي بتزرعها الفلاحين في خارج المشروع، اما هنا في الجهاز احنا شغالين. تاني حاجه توسيع الرقعة الزراعيه، احنا شغالين في الجهاز، انا هنا متعين في الجهاز من سنه 2018 بقالي 8 سنين، كنا في البدايه رقعه صغيره جدا من الزراعه، اما حاليا احنا بننافس اي مشروع زراعي على مستوى العالم. احنا هنا في مشروع مستقبل مصر هدفنا ان احنا ننتج المحاصيل الاستراتيجيه للشعب المصري، بدايتها محاصيل الحبوب اللي هي مثل القمح وفول الصويا والسكر، ثانيا محاصيل الفاكهه اللي احنا موجودين فيها محاصيل البرتقال، بنساعد ارض عندنا ارض كويسه بتساعد على الانتاج كميه من المحاصيل اللي بنزرعها، وعندنا هنا محصول برتقال بينتج معانا من 15 الى 20 طن الفدان. يعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، وتعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر وتجاوزت الدلتا الجديدة لتمتد إلى المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان والدخلة والعوينات لتحقيق حلم زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027. مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروعات قومية تنفذها القوات المسلحة بعزم لا يلين على تحقيق احتياجات مصر الغذائية. الاكتفاء الذاتي من الغذاء حلم طموح يتحقق بالتكامل مع مشروعات أخرى ومع شركاء محليين ودوليين. مشروعات جهاز مستقبل مصر تحقق فائدة مزدوجة بخفض الإنفاق وبزيادة الدخل من العملة الصعبة، إذ تعمل على تقليل الواردات وتعظيم القدرة في الوقت ذاته على التصدير. من أحد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محمد جمال، قناة النيل للأخبار.